ايوه قابلوا ديدي توالت 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 اليوم ايوه على بايا باطل 20 مليار كاسكو سي 20 مليار هيا طافي 20 مليار 40 مليار ما تسماش 25 مليار هادو تاع مش تاع ولا تاع الصيف تقال خباك خريف تاع لا سيزون ديال الدار كاين دي صالون ليب ثاني شابه ما عندناش مع مولينا هادو هنا ثاني 100 ميل السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله قاع تكونوا بخير وتكونوا غاية وصحتكم تكون مليحة وتكونوا في احسن الاحوال وانتم تفرجوا في هذا الفيديو جيت اليوم وجبت لكم هذه الجوله جديده في مدينه جديده كما قال لك الجوله تاع نهار اليوم المهم حبيباتي هنا بلا ما نطول عليكم نبدا لكم هنايا في هذه الطابله الاولى اللي جايه حدا الجامع تاع الشريفيه فوق ديسبونسير بن داود مهم اللي ما يعرفوش الرومبوا تاع بلاس روكس ولا كيف يقول له الرومبوا تاع مدينه جديده وتطلعوا نيشان المهم وين تلقوا الغاشي حاملين طا كيما قال لك الغاشي دعوة معمره طالعين عارفوا باللي تما كاين الجامع ومن تما يبدو الطوابل تاع مدينه جديده كيما راكو تشوفوا هاد الطابله الاولى تلقوها انفاس للجامع جايه في الدخله تاع مدينه جديده هذا راه داير واحد لي بروموسيون هبال بالبزاف عجبوني عندها لي بروموسيون كيما قال لك شكون اللي راه يبيع طابي 250000 ولا 300000 طابيات راهم غير 900 مليون مليون ونص والله زعما ما شاء الله والله اللي خاصها طابي ولا راه تجهز ولا نقول لكم بروفيت ولي ديسون لي ثاني لي دغا هادو لي باغيغ دو دغا هنايا في لابواط المهم حاجه شابه بزاف وحتى كشغل انا كي انا وين صورت هاي جيت رايحه قلت للسيد الله يعاونك حتى قال لي قاري نسيت باش نوري لك حاجه وري لي واحد الطابيات هذوك اللي يجوك شغل كي دايرين كي غازون اللي يديروهم يديروهم عند الدخله تاع الدار ولا حاشاكم عند لي سانيتير هذوك راه دايرهم 20 ميل انا في الحوانيت هذوك دي فوق نلقاهم 40 ميل 50 ميل ما يخلعني كي كان دايرهم 20 ميل المهم حبيباتي انا وريت لكم كاع شراه كاين المهم حبيباتي ما تنسوش ابونوا القناه تفعلوا زر الجرس تاع يوصلكم اي جديد نحطه وما تنسوناش بلي جيم والكومونتير والبارطاج فضلا وليس امرا واي وحده جديده راها اول مره تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك حبيبتي نورتيني وخليتكم تاني حساب الانستغرام تاعي اللي بغات توصل معايا فيه نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي المهم حبيباتي هنا بون هاد الدخله كاع اللي راكم تشوفوا فيها وهاد الطواب اللي غادي تشوفوهم هادو في الدخله تاع الجامع تاع لي كولون تاع لي بيجاما هذاك اللي راه جايب واحد التفريشات هكا خفاف راه داير الغلافات تاع المخايضه 10000 والغلافات تاع لاوس 20 ميل يعني باكي كاع كومبلي 150000 فيه 3 تفريشات حاجه هكا خفيفه تاع بيوت المهم هادو كاع في طريق تاع الجامع شغل كان اكتضاد بزاف مع راه الدخله عاد لي فاكونس لي زيميغري راهم هنايا شغل كانت معمره بزاف خطره الاولى ما قديتش نصور اليز على بالكم والحمان المهم حبيباتي كما شفتوا بغيت ندير لكم في حاجه كما شفتوا في اول فيديو بغيت نسيي خليت لكم التبراح خليت كيما قال لك الهراش في مدينه جديده نتوما خلو لي ماذا بيا تخلو لي رايكم في التعليقات قولوا لي اذا نوني نقلع لكم هاد العفسان تاع نكتب لكم لي بري في الفيديو باسكو كاين لي شحال من وحده يقولوا لي لا خلينا الصون تاع مدينة جديدة قولي لنا نتيا يعني قولي لنا الاسعار نتوما خلو لي رايكم في التعليقات اذا عجبتكم هاد الفكره تاع راني نكتب لكم هكا الاسعار ديريكت قولوا لي واذا راكم باغين نخلي لكم خطره نخلي لكم الحس والتبريح تاع مدينه جديده ما كان حتى مشكل المهم حبيباتي كملوا يعني كملوا الفيديو حتى الاخر دوك نعاودوا يعني نروحوا بلاصه واحده اخرى نتلاقاو من بعد المهم ما تروحوش بعيد حبيباتي
صاحباتي غادي نديكم لواحد المحل يعمر يعني عمر العطور. جاي هنا جاي هنا جيت في طريق تاع الجامع، هذيك الطريق تاع وين حاطين الفراشه، دوك تشوفوهم. ويعني وهنا هدرت يعني هدر لكم المحل، قال لي كاع انواع العطور اللي راهم متوفرين عنده، وكل خطره ان شاء الله نولي ندير لكم يعني جولات نديكم عند هذو اللي عمروا العطور، يعني باش تكون عندكم فكره على على العطور اللي راهم متوفرين. هذه قلت لي ماي واي، هادو تاع مشتا ولا تاع الصيف؟ تقال خريف، خريف تاع لا سيزون ديال الخريف. كاين دي صالون ليب، كاين شابة علاش معمرينها؟ تما تعمريو الكليون دوزاج على حساب ما يبغي. علاش الملاح ما نخدمو بكونسونتراسيون، ما نخدموش بقرعة. كاين هادا دوتشي كابانا اللي ساهل اللي الملاك دوتشي كابانا العود، يبغي العود. ها هذه بور اوم، بور اوم هذه. كاين هذه دوتشي كافانا امبيراتريس شابه، هذه كلاس. اوكي ثاني رد حل. هنا حبيباتي هاد يعني هذا مول التفريشات اللي يعني الاخوات اللي مالفين اللي من وينتهم يتفرجوني في القناه يعرفوني بليكو خطره صور لهم هاد الطابله. هاد الطابله وين جايه حدا مرش دخلت على المرشي تاع الحوت، وين كاين الطوابل نتاع الصبابط، رانا توجور في مدينه جديده. هذا من بكري هاد الطابله من وينتها وهي كاينه، حنا في دارنا شرينا يعني شرينا عليه، شينا عليه شحال من خطره. ماما انا شريت عليه كان يجيب لي غيد، وشريت عليه خطره ريدو شباب بزاف. المهم هذا التفريشات كيما راكو تشوفوا عنده يعني اللي تبغي كتان شباب، وعنده تاني حاجه خفيفه. وتاني هذا الطابله جايه اون فاس ليه، هذا اللي يبيع اللي عنده لي ديسوندلي وعنده لي باغور دو درا. المهم جاي جوست اون فاس ليه. المهم حبيباتي خليتكم على خير، ان شاء الله هذا الفيديو تنال اعجابكم، وانا نقول لكم تهلاو في رواحكم، خليتكم على خير وسلام. ما تنسوش خلوا لي رايكم في التعليقات، وتهلاونا في القناه وكثرونا البارتاج.